تفكر. علينا نعبد وبركاته ولا الآن ولا أبدا. أنا سعيد في هذا الصباح المبارك. أنا في هذا المدرسة الذين فتحوا هذه الكنيسة للصلاة، ولكنهم فتحوا الأولى قلوبهم ومحبتهم، ويشترك معي في هذا الشكر نيافة الأنبا بشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة، ونيافة الأنبا رفائيل الأسقف العام وسكرتير المجمع المقدس، ومعنا من الآباء الكهنة أبونا توماس أبا مينا الذي يخدم معكم هنا، وأبونا بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية، وأبونا أنجيلوس السكرتير الشخصي معنا في البطريركية. معنا أيضا تماغ أدورسيس وهي رئيسة دير الأمير تدرس بالقاهرة، ومعنا الدكتور إسحاق عجبان وهو أستاذ التاريخ في معهد الدراسات القبطية. طبعا أنا فرحان خالص إن أنا أشوفكم، ونفسي أحفظ أسماءكم، وتهالي مش أنتوا كل بس الأقباط اللي موجودين في موسكو، تهالي في ناس ثانية. وطبعا النهاردة يوم اثنين ربما يكون عمل أو شغل أو دراسة. إنجيل النهاردة أيها الأحباء يتحدث عن لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. زي ما كلكم تعرفوا في بعض الآيات نصها على الأرض والنص الثاني في السماء، نقول كده لا تخف أيها القطيع الصغير دي على الأرض، والنص الثاني يكمل في السماء، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. أولا هذا وعد بعدم الخوف، فالإنسان الذي يضع حياته في يد الله لا يخف، بس يحط نفسه وحياته في إيد ربنا بحقيقة. في واحد يحط نفسه شوية ويبعد عن ربنا شوية، هذا لا يسر قلب الله. وفي واحد حياته كلها ماشية في إيد ربنا، زي بالضبط لما بنقول في المزمور 23 حتى إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. طول ما الإنسان في حياته ماشي صح عمر ما المسيح يتخلى عنه، طول ما هو ماشي صح عمر ما المسيح يتخلى عنه. لا تخف، وحين الواحد يشعر أنه قليل، عشان كده بيقول لا تخف أيها القطيع الصغير، يعني اللي يحس أنه قليل، يحس أنه بغربة، يحس أنه بعيد. لا تخف أيها القطيع الصغير، ده وعد. نمرة اثنين في الوعد ده، لأن أباكم. أحد أسباب عدم الخوف أن لنا أب، لنا أب. كلنا بنقف نصلي ونقول أبانا الذي في السماوات، لنا أب الله الذي يرعانا، واخد باله مننا، عينه علينا، بس المهم ان تكون عينينا احنا عليه. لا تخف ايها القطيع الصغير لان اباكم. لنا اب يرعى ويحمي ويرشد ويعتني ويحب ويسامح، ولنا ابونا السماوي عينه علينا. في قصه كده مش عارف سمعتوها ولا لا،
عصفورتين واقفين على شجرة، فشافوا الناس ماشيين في الشارع كل واحد شايل الهم وقلقان وماشيين مكشرين، فعصفورة بتقول للتانية: هما ليه الناس دي ماشية مكشرة كده؟ قالت لها: أنا مش عارف. فالأولانية قالت لها: يمكن يكون ما عندهمش الله اللي عندنا، الله بتاعنا بيرعانا واخد باله مننا، حتى احنا شوية عصافير صغيرين. يا ترى الناس اللي ماشية ده هي المكشرة عندهم ربنا زي ما عندنا؟ دي قصة طبعا رمزية. يعني اعرف باستمرار ان في يد المسيح ممدودة على الصليب ومستعدة انها تساعدك، مستعدة انها تقف جنبك، بس المهم انت تكون نقي القلب، والمهم تكون نقي السلوك، وتكون انسان قلبك عمران بالمسيح. نمرة واحد: لا تخف، وعد. نمرة اتنين: سبب الوعد، لأن أباكم. ونمرة ثلاثة: نتيجة الوعد، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. إحنا هنعيش على الأرض زي ما ربنا يدينا من عمر، هتعيش سنين، ربنا يديك العمر الطويل، هتعيش سنين كتيرة بصحة حلوة، لكن مهما طال العمر على الأرض هو قصير، علشان الحياة اللي احنا بنستعد لها هي الحياة السماوية، حياة الملكوت. كل واحد فينا له نصيب في السماء، لك نصيب في السماء، بس حسب حياتك في الأرض هيبقى نصيبك في السماء. لو حياتك في الأرض مش نقية، نصيبك في السماء يبقى مش موجود، يضيع. لكن لو حياتك على الأرض نقية، نصيبك في السماء يبقى موجود، ولما تكمل حياتك على الأرض وتروح السماء تبقى إنسان فرحان، ويبقى لك النصيب السماوي اللي عده السيد المسيح. عشان كده يا إخوة ويا أخوات، وانتوا عايشين على الأرض بتمارسوا حياتكم بنقاوة، وكل واحد فينا بيصلي وبيقول: قلبا نقيا اخلق في الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي. خليني يا رب دايما قلبي يكون نقي وسلوكي نقي. طب افرض في ناس حواليا مش كويسين او مش حلوين، خليك في نفسك. انت لما تقف قدام المسيح، المسيح هيسألك عن نفسك انت، مش هيسألك عن حد تاني. قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي. خلاصة الكلام ان انجيل النهاردة بيقدم لنا وعد بفم السيد المسيح: لا تخف أيها القطيع الصغير. والوعد ده له سبب مهم قوي، لأن أباكم لنا أب. والوعد ده والسبب ده له نتيجة حلوة في السماء، لأن أباكم قد سر يعني فرح أن يعطيكم الملكوت. ربنا يحافظ عليكم ويبارك في حياتكم وفي خدمتكم، وأنا مبسوط إن أنا أشوفكم النهاردة، وبتصلوا ويانا إن ربنا يسمح بوجود مكان وكنيسة للخدمة، وكان في فرصة طيبة وإحنا هنا في روسيا نتقابل ويا البطريرك كيريل اللي هو بطريرك روسيا موسكو كل روسيا، وكان في فرصة نتقابل ويا آباء كتير في الكنيسة الروسية في الكنائس وفي الأديرة. تقابلنا كمان ويا نيافة المطران في دار السفارة المصرية الكنيسة الأرمانية، واتقابلنا كمان ويا مطران الكنيسة السوريانية، ونحاول أن نقيم علاقات محبة إلى أن يسمح الله أن توجد كنيسة
لكم هنا للخدمة وتبقى بيت لكم مفتوح على طول. هدف الزيارة هنا كان هدف تواصلي بالدرجة الأولى، إن احنا نتواصل مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وده بصراحة تم بالفعل بطريقة قوية جدا وتعميق علاقات بيننا وبين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية 200 سنة من العلاقات. لكن الزيارة دي أكدت تواصل كبير جدا من ناحية إن احنا أنشأنا لجنة العلاقات بين الكنيستين من الجانب القبطي الأرثوذكسي نيافة الأنبا سرابيون أسقف لوس أنجلوس، ومن الجانب الروسي المطران هيلاريون، ودول هيعملوا زي تخطيط أو تصور لمدى العلاقات وشكل العلاقة بين الكنيستين على محاور كتير، منها المحور اللاهوتي والحوار المسكوني، محور التعليم، محور الخدمة، ومحور الرهباني. من خلال دوت هيتم تعميق العلاقة بقى بين الكنيستين. حاجة تانية جميلة إن بندفع حوالين إن يبقى في بناء كنيسة في روسيا، والحاجة اللي تذكر يعني في الرحلة ديت إن أول بطريرك قبطي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يعني يصلي في روسيا قداس، صلى في مدينة بيترسبورج امبارح والنهارده في موسكو. شايف نعمة ربنا يعني، ربنا يبارك في تكملة الرحلة ديت انها تجيب بثمار قوية من ناحية الوحدة وناحية الكنيسة يعني. ونشاط سيدنا امبارح يا ابونا قدسك هو كان في سان بيترسبورج، غادر المدينة امبارح ووصل موسكو، يعني نعرف تفاصيل مغادرته ووصوله موسكو. لا يعني الرحله سريعه جدا وما فيهاش بصراحه وقت خالص، يعني اول امبارح رحنا بيترسبورج واتقابلنا مع رهبان هناك ورؤساء الأديورة وسواء في الرهبان او الراهبات، والنهارده امبارح الصبح بعد ما خلصنا التعارف في بعض الأديورة اللي موجوده في بيترسبورج مشينا ركبنا القطر يعني ووصلنا متاخر هنا بالليل، وفي الفجر كده ولا الصبح على طول جينا على هنا علشان نبتدي نكمل الزياره. ان شاء الله بنعمه ربنا نعود بكره بعد الظهر يعني. اذا ماذا يتبقى في الرحله يا ابونا؟ يعني سيدنا البابا اعلن انه بكره ان شاء الله العوده، وقدسك دلوقتي بتاكد، لكن ماذا يتبقى النهارده وبكره ان شاء الله لحد ما يوصل للقاهره؟ تلخص في حاجتين صغيرين، احنا بيقعد مع الجاليه القبطيه ويطمن عليهم ويطمن على احوالهم، وان كمان هيبقى في لقاء مع يعني مع مسؤولين في الكنيسه الروسيه، وده هيتختم بيه اللقاء بكره ان شاء الله. طبعا احنا كلنا فرحانين، والنهارده بالنسبه لنا عيد كبير يعني، طبعا بنتمنى كلنا ان احنا يكون لنا كنيسه هنا خاصه لينا، وان شاء الله كلنا بنصلي دايما ان احنا يبقى لنا كنيسه تربطنا وتجمعنا دايما يعني ببعض ان شاء الله. بنتمنى ان يكون لنا مكان يعني نقدر نصلي فيه، لان احنا في الوقت الحالي بنصلي في الكنيسه الارمينيه يعني. انطباعاتك النهارده في وجود قداسه البابا وسطيكم في روسيا هنا؟ مستمتعين جدا بحضوره معانا، واكيد اخذنا بركه منه عظيمه جدا، ونتمنى انها تتكرر تاني في اقرب فرصه باذن الله. يعني ده حاجه كبيره جدا لينا، لان احنا اول مره يعني انا بالنسبه لي اول مره اشوف البابا، والحمد لله شفناه هنا، ده بركه كبيره طبعا لروسيا كلها، ويا ريت يعني يا رب على طول يفتح كنيسه هنا. معانا عيله جميله مقيمه هنا في روسيا، نتعرف عليكم. رامي عادل، مصري مقيم في روسيا. مدام أنيا، ابني كيريل، عمره 4 شهور. فرصة كبيرة النهاردة أن زيارة البابا لينا وعمده النهاردة بإيده، طبعا ده حاجة بركة كبيرة أوي أوي أوي. يعني النهاردة أحداث جميلة عندكم، زيارة قداسة البابا وبإيده عمد كيريل. طبعا زر الله يبارك فيك. رب بصفة عامة عن زيارة قداسة البابا، وانتوا كأقباط هنا يعني مقيمين في روسيا عندكم حنين للكنيسة في مصر، فدين انطباعك عن كده؟ انطباعي النهار يعني ان البابا وصل، يبقى هنبتدي احنا مع ظل زيادة عدد المهاجرين الأقباط لروسيا. البابا بدأ ان يكون في كنيسة قبطية هنا، بدأنا في الإجراءات الأوراق وتسجيل. على بابا قال لنا عن قريب، هي مسألة وقت بس، هيبقى في عندنا كنيسة طبعا قبطية هنا قريب جدا.